فكرة استفدتي لتأسيس النادي. مشاريع اللي بديناها بإذن الله عز وجل سنكملها. تبعوني. في العملية الأولى بيا في رطب درناها في نيس في غولز في ريمات ما خافناش استعملنا السلم على هذه الطريقة. المرة هذه بين الطريقة هذه راح تدينا جهد تدينا وقت وتكلف ثاني شوية. قرينا أن نعدلو نحسنو السلة دي. نقصنا جزء منه ونقصنا جزء من الحديد باش يخف شوية الوزن وتسهل علينا العملية. زيدو وخف. مرحبا بكم، جيتو معنا كما حكيت لكم تقبل الأجزاء اللي فاتت المشروع تاع بيا في رقة تاكس هنا اللي درناه عندها عامين وحاجة اللي راهو متوقف راح نكملو بإذن الله. راهو متوقف لأسباب ان شاء الله نحكيوها لكم ونحكيو الاسباب اللي توقف عليها هذا المشروع ولا حتى توقف. المهم هذا المشروع احنا توقفنا عليه صح، بصح رايحين نكملوه مش دقه، نكملوه في الايام اللي جايه السنين اللي جايه باذن الله عز وجل راح نكملوه. راح يكون عمل تطوعي من طرف الجمعيات اللي داخله في المجال الرياضه الجبليه والسياحيه ان شاء الله. وانما دركا راحين نبدلوا راح نكملوا هذا نفس المشروع هذا راح نكملوه بسيط يعني حتى ما بزمن نوليو لهذا. المهم تبعوني وتشوفوا وتفهموا. يا سيدي الحسن اللي جلسنا هذا علينا مرحبا بكم رخدف. المشروع التومي تاع البيا في رخدف تحسين تاع المشروع غادي راكم تبعوا فيه في الجزء تاعو راح باذن الله عز وجل راح يكون بالتعاون مع نادي اكتشاف مغارة قاسم هنا وجمعية سياس واي كان ترافل. راح يكون هنا باذن الله. تفضلوا شوفوا.